ذاكرت تاني مرة مفيش موجة تانية من كورونا في مصر يا شباب. ايه دليلي؟ دليل احنا شعب عايشين مختلطين مع بعض عادي خالص، بنسلم بالايد، بنبوس، بناخد بعض بالاحضان، بنبوس بعض، والماسك ده روتين او اضطرار في حياتنا، بنحطه كشكل بس عشان خاطر تعليمات الحكومة، ولا سمعنا عن حد اتصاب ولا مات ولا جاله اعراض كورونا. بتوع الجونة راحوا يومين هيصوا فيهم ورجعوا واختلطوا وعاشوا حياتهم، رجعوا قالوا ده انا عندي حاسة الشم راحت، ده انا عندي صداع، انا عندي اعراض برد، يومين ثلاثة ونزلوا زي كل واحد منهم زي الحصان مفيش فرق. ليه الحكومة بتقول كده؟ ليه الاعداد بتزيد في احصائيات وزارة الصحة؟ انا ما اعرفش، انما في على ارض الواقع الدنيا مختلفة خالص عن الموجة الاولانية، ولا بنشوف حد مصاب ولا بنشوف اعراض على حد، واحنا عايشين حياتنا عادي خالص مفيش اي مشاكل. فيش كورونا ومفيش موجة تانية في مصر.